قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، كنا بمعنى كانت أزواجه عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. كيف يمشي بأبي هو وأمي؟ تمشي هي مثله رضي الله عنه، قطعة من أبيها، لذلك ورد في الحديث أنها سيدة النساء رضي الله عنها. من الذي يصفها أحبابي؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. لعن الله من يفرق بين الصحابة، لعن الله من يفرق بين الصحابة رضوان الله عليهم. التي تمدحها بهذه المدحة هي السيدة عائشة، من؟ يعني زوجة أبيها، مرتبوة. عم تحكي على بنت جوزة، كيف تحكي، كيف تذكرها؟ بألطف الصفات، بأشرف الصفات، سبحان الله. هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم حسن تعامل مع بعضهم، وإذا جرى بينهم في يوم من الأيام شيء فقدروا الله وتراجعوا عنه. أما أن يكون في قلوب بعض الناس شر على بعض الصحابة فهذه مصيبة وبلاء ما بعدها مصيبة. التي تمدحها بهذا المدح الجميل السيدة عائشة زوجة أبيها، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله شيئا. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. سارها بالعم وشوشا. قال لها في سرها: إذا كان المجلس يتضمن عددا من الناس فساررت من بجانبي فلا حرج، أما إذا كان المجلس مؤلفا من ثلاثة أشخاص فقط فساررت من بجانبي لم يصح هذا، يحرم أو يكره كراهة شديدة. لما ورد في حديث في موضع آخر: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. هذا قلبه بقول شعب أمر وعلي هدو، ليش عم تحكوا لوحده ما عم تحكوا قدامي؟ ليش ما عم تسمعوني؟ أكيد عم تفقوا علي، بدي يقتلوني، بدي يسرقوني. فإن كانوا ثلاثة فقط لا يصح مثل هذا، فاحذر إن كنت في مجلس. أما إن كان المجلس كبيرا كهذا المجلس، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعا عنده وابنته موجودة وهكذا، فسارها لا حرج في هذا. قال: فبكت بكاء شديدا رضي الله عنها. فلما رأى جزعها ألمها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها: خصت رسول الله من بين نسائه بالسرار، يعني بالسر بالحديث الخفي، ثم أنت تبكين؟ يعني كأنها تواسيها، يعني ليش زعلاني؟ لا تزعلي، سيدنا النبي كرمك وحكى معك وحدة، يعني أنا بحبك، ليش زعلاني عم تبكي؟ سيدة عائشة تواسيها، بعد أن رأت بكاءها ثم ضحكها تواسيها. قال: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله؟ فقالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. لو أراد أن يخبركن لأخبركن، لكنه التفت إلي وسارني، فهذا سر أنا لا أحدث به أحدا. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: سيدة عائشة، عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الجملة فائدة عظيمة جليلة. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. يتساءل هي زوجة أبيها، ما هذا الحق؟ قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. سبحان الله، هي أم المؤمنين بنص القرآن، فهذا حق على السيدة فاطمة فمن بعدها إلى يوم القيامة.
لا نذكر نساء رسول الله إلا بالتعظيم والتكريم. أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن خصهن الله من جميع النساء بهذا الوصف الكريم الجليل. ولا بأس أن أنوه، بعض الإخوة يتضارف أحيانا فيقول والله جيد من عند زوجتي، جيد من عند أم المؤمنين. لا تقل هذا بالله عليك، لا تجعل زوجتك وزوجته وكذا وكذا نساءنا المقصرات ونحن المقصرون أمثالهم، لا تجعلها بمثابة زوجات رسول الله. احذار احذار، هذا ليس في دعابة، هذا قلة أدب. إيش أم المؤمنين؟ أولادي مؤمنين، من قال لك أنهم كفار؟ لكن أنت تشبه زوجتك بأمهات مؤمنين، سيدات نساء البشر عبر التاريخ. احذار، آفات اللسان كثيرة، لا تقل مثل هذا. فهذا هو حق السيدة عائشة على فاطمة رضي الله عنها. فقالت أما الآن فنعم، الآن ما عدا الأمر سرا، صاحب السر صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار ربي، ما عدا الأمر سرا. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. أنا سأموت، فإذا مت فلا تحزني، فاتق الله واصبري. فلذلك بكت ذاك البكاء الشديد رضي الله عنه، فاتق الله واصبري. فإنه نعم السلف أنا لك، يخبرها بذلك، أنا سأسبقك فأدعو الله أن يزيدك فضلا وكرامة. نعم السلف، السلف هو الذي يسبق الإنسان، نعم السلف لك. قال فبكيت بكائي الذي رأيت، هذا سبب بكائي. فلما رأى جزعي أي تألمي وبكائي سارني الثانية، فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. أما ترضين؟ ألا ترضى رضي الله عنك. وفي لفظ آخر في الصحيح إنك لأول أهلي لحوقا بي، أول أقربائي سيلحق بي، وهذا ما حصل، وكلام الله وكلام رسوله لا يلحقه الخلف أبدا، لا يلحقه الخلف، بمعنى لا يمكن أن يتغير، سيحصل بإذن الله تعالى. فما بقيت ولا وما لبثت بعده إلا ستة أشهر ثم لحقت بالله تعالى. سبحان الله.